يواجه المنتخب الاسباني المنتخب البانيا في الجوله الثالثه والاخيره من دوري مجموعات من بطوله كاس امم اوروبا لكي تشاهد معنا المباراه مع علي فضل الطاطا في القناه وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب دولتولدورف ارينا في الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعه 9 بتوقيت القاهره والساعه العاشرة بتوقيت قطر والسعوديه والامارات سوف تنقل المباراه عبر قناة بين سبورت ماركس اثنين تاجي البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الخاص لترسع الكل لكي يتوصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم في موعد قادم